سنتحدث عن السياسة الائتمانية. السياسة الائتمانية هي مجموعة المبادئ التي تنظم أسلوب دراسة ومنح التسهيلات الائتمانية وأنواع الأنشطة الاقتصادية التي يمكن تمويلها وكيفية تقدير مبالغ التسهيلات الائتمانية الممنوحة وأنواعها وآجالها الزمنية وشروطها الرئيسية حتى يتسنى للبنك تجنب المخاطر الائتمانية قدر الإمكان. أهداف السياسة الائتمانية تهدف إلى تحديد الخطوط العامة التي تحكم نشاط البنك في مجال منح التسهيلات الائتمانية بما يضمن سلامة التوظيف وحسن استخدام موارد البنك وتحقيق عائد مناسب في إطار المساهمة في دفع عملية التنمية الاقتصادية وبما يتماشى مع خطة الدولة العامة. ويمكن تصور أهم هذه الأهداف فيما يلي: تحديد الخطوط العامة التي تحكم نشاط البنك، المجالات التي يمكن التوظيف فيها والتي لا يجب التوظيف فيها. 2- منع التضارب في اتخاذ القرارات داخل البنك. 3- ضمان عائد مناسب ومرضي للبنك عن طريق التقليل من الخسائر وزيادة الأرباح، ومن ثم المحافظة على استمراره في تأدية رسالته. 4- التوافق مع الاتجاه العام لرسم السياسة الاقتصادية القومية وإحداث انسجام بين البنك وبين الدولة من حيث تبني البنك الأولويات التي حددتها الدولة في خطط التنمية الاقتصادية وتوظيف جانب من موارده فيها للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. 5- التوافق العام مع اعتبارات حماية البيئة من التلوث وحماية المجتمع من الانحرافات الخلقية في عدم إقراض أي مشروعات تكون من شأنها تهديد المجتمع في هذا المجال. عناصر السياسة الائتمانية: خمس عناصر: الأمان، وهو من أهم العناصر التي يجب أن تشملها السياسة الائتمانية، حيث يجب أن يتأكد البنك من أن الأموال المودعة قد تم توظيفها بالشكل السليم الذي يكفل استردادها مع تحقيق عائد مناسب. 2- الربحية: كل نشاط اقتصادي يمارسه البشر يحمل مخاطر، وكلما كانت هناك مخاطر فإنه يتعين أن يكون هناك أيضا أرباح مساوية ومعادلة لها تماما. وفقا للمعادلة الاقتصادية الشهيرة، الربحية تساوي المخاطرة. ومن ثم فإن البنك الذي يقوم بمنح الائتمان المصرفي يتحمل مجموعة من المخاطر، وبالتالي عليه أن يقوم بتحقيق أرباح لتغطيتها. ثلاثة، السيولة، ويعبر عن هذا بضرورة مراعاة مبدأ السيولة العام بالنسبة لأصول البنك، بحيث يصبح البنك قادرا على الوفاء بالتزاماته. ومن ثم فإنه يجب أن يكون توظيف البنك الأموال المودعين لديه مراعى فيه هذا المبدأ، ويتحكم في سيولة البنك عاملين أساسيين هما: درجة ثبات موارد البنك، مدى سيولة العمليات التوظيف الخاصة بالبنك. 4- التنوع: يعمل هذا العنصر
على تنويع العمليات الائتمانية المختلفة التي يقوم البنك بتقديمها بين مجالات النشاط التي يتم تمويلها، وبين العملاء الذين قدم إليهم الائتمان أو تم منحهم الائتمان، وبين المدة الزمنية الممنوع عنها الائتمان، وبين طبيعة التمويل المقدم، هل تمويل استثماري أو جاري إلى آخره. وبحيث يتم مراعاة أن يكون هناك تناسب بين مصادر الأموال وأوجه استخدامها، وكل هذا بهدف تنويع المخاطر التي قد يواجهها البنك وتوزيع هذه المخاطر لتخفيف فرص تحققها جميعا في وقت واحد، وبالتالي إعطاء الفرصة لتحملها والتعامل معها، ومن ثم المحافظة على استقرار البنك. 5. التوافق. يرتبط هذا العنصر بالخطة المصرفية الموضوعة للبنك، والتي من خلالها يتم إحداث نوع من التوافق والموائمة بين إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك من ناحية، وبين إجمالي موارده من ناحية أخرى، وبين نوعية الأنشطة الممنوح لها الائتمان والنشاط المخصص للبنك القيام به. الأسس التي ترتكز عليها السياسة الائتمانية. الأسس العامة. هناك أسس عامة وأسس خاصة. الأسس العامة تنبع من خارج البنك وترتبط بما يلي: الخطة العامة للدولة وأهدافها والدور المسند للبنوك فيها. لابد التأكيد من أن تتوافق أهداف البنك مع الخطة العامة للدولة من حيث المشروعات المستهدفة للدولة، بحيث أنها تساعد في التنمية الاقتصادية. 2. السياسة الائتمانية العامة التي يضعها البنك المركزي المصري. 3. الأوضاع المتعلقة بالاستثمار. 4. الإطار العام لسياسة الاستيراد. هنا بنوضح أن هناك دائما سياسة عامة للاستيراد، نلاحظ فترة من فترات ومع الضغط على العملات الحرة تم تحديد التدبير للعملات الأجنبية من البنوك يكون خاص باستيراد السلع الاستراتيجية فقط لا غير. السلع الاستراتيجية في هذا التوقيت بنتحدث عنها لتشمل الأغذية والمشروبات والأدوية ومكوناتها وقطع غيار الإنتاج ومعدات الإنتاج وخلافه. 5. المنافسة بين البنوك في السوق المصرفي. الأسس الخاصة تنبع من البنك ذاته وترتبط بما يلي: أغراض البنك والأهداف التي يسعى لتحقيقها، التنظيم الداخلي للبنك ومدى انتشار فروعه، موارد البنك المالية ومصادره. سوف نتحدث عن الحاسة الائتمانية. والحاسة الائتمانية هي تلك الحاسة التي تتورد لدى مسؤول الائتمان نتيجة تراكم الخبرات، والتي تمكنه من الإحساس بمدى صدق العميل من عدمه، ومدى إمكانية الوثوق بما يدلي به من بيانات أو معلومات أو ما يقدمه من مستندات. ودي بتكون من الخبرات المتراكمة لدى العاملين في الائتمان. يعني هو بيبقى شعورك واطمئنانك من أن العميل صادق في كلامه أو العكس. وهذه الحاسة هامة جدا، لأنه لا يمكن الارتكاز فقط على المستندات المقدمة من العملاء، وإلا أصبح العمل الائتماني آلي، بل يجب أن يكون مسؤول الائتمان بعيد النظر ولديه القدرة على ربط المعلومات وتحليلها ومراجعتها في شكل أسئلة متباعدة، بحيث تظهر الإجابات من العميل إما في اتجاه واحد أو في اتجاهات متعددة، لأنه لا يتم الاعتماد بأي حال من الأحوال بتمليه الحاسة الائتمانية على متخذ القرار، بل يجب تدعيم المخاوف والشكوك بمعلومات مؤكدة عن العميل. نوعية الشركات والعملاء المستهدفين من البنوك.
الهدف من ذلك هو اختيار العملاء المستهدفين والذين يتميزون بتدني المخاطر وعائد مجزي للتعامل معهم، ونوضح أهم النقاط التي يتم الاسترشاد بها عند الاختيار. الشركات الكبرى لما تتميز به من اختبار معاملات وانخفاض مخاطر وعائد مجزي إلى حد ما. 2، أن يكون لهم سابقة معاملات جيدة مع البنوك. 3، أن يكون سبق لهم التوقف عن السداد أو تم إدراجهم ضمن سجلات الحظر. 4، أن يكون قد سبق أن تم التسوية معهم وتم التنازل فيها عن جزء من المديونية أو فوائد. 5، توافر جهاز إداري كفء قادر على إدارة النشاط وله خبرة وباع طويل في هذا المجال. 6، أن يكون نشاط العميل من ضمن الأنشطة الموافق عليها من البنك والسياسة العامة للدولة والمسموح بتمويلها. 7، يحظر التمويل لأغراض المضاربة أو التمويل غير محدد الغرض. 8، يجب تنويع محفظة القروض والسلفيات بما يحقق توزيع المخاطر بدرجة كافية. 9، وجود خبرة كافية لدى المسؤولين عن الشركة، خاصة في حالة شركات الأشخاص، أو توافر مجلس إدارة به عناصر إدارية ذات كفاءة في حالة شركات الأموال. 10، أن تكون السلعة موضوع النشاط من السلع ذات الطلب المستمر، وتميز النشاط بتدني المخاطر المالية ومخاطر الصناعة. 11، في حالة تمويل عمليات المقاولات يجب توفر الآتي: ثبت أعمال جيدة تسمح للعملاء بتنفيذ العمليات المسندة لهم حاليا، ويتم مقارنة نوع العملية المسندة والعمليات التي قام العميل بتنفيذها من قبل وأحجامه. وهنا بيتم الاسترشاد ببطاقة اتحاد المقاولين وتصنيف العميل فيها، حيث أن التصنيف يخضع من درجة 1 حتى 7. المبتدئ يكون التصنيف 7، ووفقا لحجم الأعمال التي يقوم بها يتم التحسن من فترة أخرى إلى أن يصل إلى التصنيف رقم 1. بطاقة اتحاد المقاولين يكون محدد فيها أنواع الأعمال التي يقوم بها العميل، سواء إنشاءات أو صرف صحي أو كباري أو أعمال ميكانيكية وكهربائية إلى آخره. وجود معدات وآلات لتنفيذ الأعمال. هنا وجود المعدات والآلات لتنفيذ الأعمال ليس معناها أن يكون بيمتلكها بالكامل، ولكن لديه القدرة والتعامل المستمر مع شركات تأجير هذه الآلات والمعدات، وتكون سابقة أعماله معها جيدة من حيث السداد والتنفيذ. جهاز فني كوف قادر على التنفيذ والمتابعة. يفضل أن تكون جهة الإسناد جهة حكومية أو مؤسسات عامة أو شركات كبرى مع التنازل عن المستحقات في العملية لصالح البنك. أن يتمتع البند 12، أن يتمتع العميل بمركز مالي مقبول. 13، يراعى أن يكون العميل نشاطه يتطلب منحه عدة أنواع من التسهيلات الائتمانية التي تتضمن فتح الاعتمادات المستندة وإصدار خطابات الضمان لما لتلك الأنواع من أثر في تعظيم ربحية البنك، مع البعد ما أمكن عن العملاء الذين يطلبون حدا للسحب عن المكشوف فقط. 14، بالنسبة للمشروعات الجديدة يراعى أن يكون المشروع واعد ومتوقع له النجاح والربحية مع تحقيق الأرباح كافية لمقابلة أقساط القروض والفوائد. 15، يراعى دائما أن لا يتم الاعتماد على الضمانات، وأن يكون الاعتماد على نجاح المشروع في إتمام دورة نشاطه بنجاح وتحقيقه لإيرادات كافية لمقابلة التمويل
وتكلفة خدمة الدين. ومما لا شك فيه أن تحقيق الهدف من هذا الأساس الأول اختيار نوعية عملاء يتميزون بتدني المخاطر وعائد مجزي للتعامل معهم، يتحقق بخرق جهاز تسويقي كفء قادر على وضع خطة تسويقية قابلة للتنفيذ في ضوء المنافسة الشديدة بين البنوك، وأن يتوافر لدى تلك العناصر الخبرة والكفاءة مع ضرورة التدريب المستمر لرفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية مع ضرورة توافر شبكة اتصالات واسعة. سنتكلم هنا عن إجراءات منح الائتمان. تمر عملية منح الائتمان في عدة مراحل حتى يتم تلبية طلب العميل، وتتمثل هذه المراحل في الآتي: 1- طلب القرض، اللي هو تقديم العميل للطلب ويكون محدد فيه احتياجاته المناسبة والشروط المناسبة له وكيفية ومدى السداد والغرض من الائتمان والضمانات المقترحة من جانبه، ويكون الطلب موقع منه بتوقيع معتمد لدى البنك ومن لهم حق التوقيع عن الشركة والمدرج في السجل التجاري. 2- تحديد الغرض من القرض وأوجه استخدامه. يجب قبل البدء في إجراءات دراسة طلب العميل التأكد من تمشي الغرض من القرض مع أهداف البنك والتحقق من مشروعية هذا الغرض وعدم مخالفته لأي قوانين أو لوائح قد تصدر عن الدولة وكذا البنك المركزي، كما يتعين التعرف على أسلوب السداد ومدته. فإذا ما كان الغرض من الطلب غير متناسب مع التعليمات الخاصة في هذا الشأن، فإنه يتم الاعتذار عنه بأسلوب لبق يحفظ للبنك وللعميل فرصة مستقبلية للتعامل ويوفر على كلا الطرفين الوقت والجهد. 3- المقابلة الشخصية والزيارة المنزلية. من أهم وأخطر مراحل منح القرض، فمن خلالها يتم التعرف بشكل عملي على العميل وعلى طبيعة نشاطه، كما يتم لمس أسلوبه في إدارة النشاط والدفاتر المحاسبية وأسلوب التخزين والهيكل الإداري والتنظيمي للشركة وكيفية توزيع الأعباء الإدارية، مع مراعاة أن يتم الحوار بأسلوب لبق يراعى فيه المركز الأدبي والاجتماعي للعميل، مع عدم تكرار نفس الأسئلة قدر الإمكان إلا إذا استدعت الضرورة إيضاح نقطة ما. وتتجلى أهمية الحس الائتماني لدى المقابلة الشخصية أو الزيارة الميدانية، وهي التي تقود مسؤول الائتمان إلى ما يجب أن يبحث فيه أو قد ينتهي به الأمر بالاعتذار بأسلوب لبق عن استكمال الدراسة إذا ما استشعر مسؤول الائتمان جوانب سلبية تؤثر تأثيرا كبيرا على المعاملات الائتمانية مستقبلا مع العميل. 4- الاستعلام عن العميل أو العملاء. الاستعلامات تكون غير متوقفة على شيء محدد، حيث يتعين الاستعلام عن العميل لدى تقديم الطلب الائتماني وكذا أثناء سريان التسهيل أو لدى تقدمه بأي طلب إضافي بتعديل أو بتغيير تشكيلة وأنواع التسهيلات، كما يتعين الاستعلام عن المدينين المتعثرين وكذا الاستعلام عن الكفلاء الضامنين، باعتبار أن القرار الائتماني يتأثر بملائمتهم وجدارتهم الائتمانية، ويتعين الحفاظ على سيرة الموقع. ومصادر الاستعلام تكون من خلال السوق، وأيضا الاستعلام الائتماني من شركة الأيسكور وكذا المركز المجمع من البنوك. 5- استيفاء البيانات والمستندات من العميل. لعل الشكل القانوني للعميل ونوع نشاطه يحددان البيانات والمستندات المعتاد طلبها، ويمكن اعتبار المستندات التالية الحد الأدنى لما يجب الحصول عليه: السجل التجاري على أن يكون ساري المفعول، بحيث أن يكون السجل مدته 5 سنين وما زال ساري، ويكون هناك مستخرج لهذا السجل لم تمر عليه فترة 3 أشهر، عقد تكوين الشركة وتعديلاته، الجريدة الرسمية المنشور بها قرار التأسيس، النظام الأساسي للشركة، الميزانيات العمومية وقائمة الدخل عن آخر 3 سنوات، سابقة الأعمال،
بيان بالبنوك المتعامل معها وحدود التسهيلات والمستخدم منها لأقرب تاريخ ممكن، بيان بخبرة صاحب المنشأة وكذا الجهاز الإداري العامل بها، بيان بمن لهم صلاحية التوقيع والافتراض على أن يتم التوقيع على النماذج البنكية بذلك. 6. فحص ودراسة المستندات والبيانات. يتم التبويب وفحص كافة المستندات السالف الإشارة إليها، إلا إن بعض المستندات ذات طبيعة قانونية خاصة كمستندات الملكية مثلا، يتعين فحصها للتحقق من استيفائها للأغراض المطلوبة لمعرفة الإدارة القانونية. 7. إعداد الدراسة الائتمانية ووضع التوصية، وتتضمن تحليل لكافة عناصر منح القرض، وهي سمعة العميل وقدرته على السداد ورغبته في السداد والمركز المالي والضمان والغرض من الائتمان ومبلغ التمويل والظروف العامة، وتحليل لحركة حسابات وربحية معاملاته السابقة والمتوقعة مع البنك، مع بيان التزاماته تجاه الجهاز المصرفي ككل. 8. إصدار القرار الائتماني. يتضمن القرار الائتماني حدود التسهيلات الموافق عليها وشرط كل نوع من حيث الحد الأقصى والغرض من التسهيل وأسلوب السداد وقيمة الغطاء النقدي، كما يتعين تحديد العقود والمستندات الواجب التوقيع عليها من المدين الأصل أو الكفلاء، ومن الأهمية بمكان مناقشة التوصيات التي انتهت إليها الدراسة مع العميل لاستطلاع وجهة نظر وكذا إيضاح وجهة نظر مسؤولي الحالة، حتى لا تخرج التوصيات عن حدود الممكن تنفيذه ويضيع مجهود كل الأطراف في موافقة ائتمانية لا تنفذ أو قد تنفذ جزئيا فقط، بمعنى أن تكون موافقة ائتمانية غير قابلة للتنفيذ. 9. السلطات المفوضة بمنح القروض. نظرا لأن المخاطر الائتمانية تتزايد تدريجيا بزيادة حجم الائتمان كقيمة مطلقة ونوع التسهيل ودرجة التغطية النقدية أو الرهونات الضامنة كقيمة ونوعية، لذا فإن السلطات الائتمانية المفوضة بإقرار التسهيلات المقترحة تتصاعد تدريجيا كلما زاد حجم التسهيل المقترح إقراره، وكلما كانت الأجزاء الغير مغطاة نقدا أو عينا أكبر. وبالطبع فإن أعلى سلطة ائتمانية بالبنك هي مجلس الإدارة مع مراعاة المرونة اللازمة، بحيث يسمح للسلطات الائتمانية الأدنى أن تباشر اختصاصات كلما زادت نسبة الغطاء النقدي أو توفرت الضمانات بصورة أو بأخرى. وبصفة عامة فهناك ضوابط أساسية لدى اتخاذ القرار الائتماني، وهي عدم وجود أي سلطات ائتمانية منفردة على أي مستوى من مستويات السلطات الائتمانية، حدود التسهيلات الداخلة في نطاق صلاحية الفروع تقرها لجنة التسهيلات بالفرع مجتمعة وليس مدير الفرع منفردا، الصلاحيات الائتمانية غير قاصرة على المبالغ المصرح بها فحسب، وإنما تشتمل على الشروط الفنية المصاحبة لكل نوع والحدود القصوى لما يمكن أن يتم التجاوز عنها دفعا لمرونة الأداء لدى الاستخدام والسلطات المفوضة بذلك. البند العاشر، تسعير الخدمات البنكية والعمولات. سعر الفايدة يتحدد بفعل عوامل العرض والطلب وحسب الأسعار في سوق الإقراض العالمية الليبر أو المحلية، سعر الإقراض والخصم، ولا تتأثر بأسعار الخصم المعلنة من البنك المركزي المصري أو حسب تكلفة الحصول على الأموال الخاصة بالبنك محليا. وهذا الأسلوب يضع مجال المنافسة بين البنوك في الجهاز المصرفي في إطارين: سياسة مرنة لتحديد أسعار الفايدة المدينة كأداة تسويقية جيدة، المنافسة على سرعة وحسن الأداء بين البنوك المختلفة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الأخرى كفتح الاعتمادات المستندية وإصدار خطابات الضمان وتحصيل أوراق القبض إلى آخره. شكل الدراسة الائتمانية.
أول حاجة نتكلم عنها ليه أهداف الدراسة الإجرامية. من أهدافها تعريف متخذ القرار الائتماني بحقيقة أوضاع العميل بحيث يكون على دراية كاملة بظروفه المالية وطبيعة السوق الذي يعمل به وموقفه التنافسي ومحددات نشاطه. النقطة الثانية تحديد الأسباب التي أدت إلى التوصية بالموافقة على المنح، وهي تمثل الظروف المصاحبة للقرار الائتماني بهدف خدمة المتابعة الدورية للحالة للتحقق من استمرار تلك الظروف والملابسات مستقبلا، والتي دفعت متخذ القرار الائتماني إلى تحمل قدر من المخاطر الائتمانية. النقطة الثالثة من أهداف الدراسة تقليص المخاطر الائتمانية وليس منعها من خلال التركيز على النقاط السلبية في الحالة الائتمانية وكيفية مواجهتها. النقطة الرابعة توثيق القرار الائتماني، فالدراسة الائتمانية عند المنح أو التجديد تعد وثيقة أساسية بالبنك، يتعين أن تكون مشتملة تماما على كافة المعلومات الواجب توافرها عن العميل، كما يتعين حفظ هذه الوثيقة حفظا جيدا يسهل الرجوع إليه. والغرض من الدراسة الائتمانية الحصر في منح تجديد منح حدود جديدة أو تجديد حدود سابقة أو تعديل لبعض الحدود، سواء زيادة حدود أو تخفيض حدود. ويجب أن يحتوي التقرير على العناصر التالية كحد أدنى: البيانات الأساسية عن العميل، اسم العميل، عنوان ونشاط، مقدمة عن الهدف من الدراسة وتشمل حجم نشاط العميل ونوعية العمليات التي يمارسها وتطور معاملاته، تاريخ بدء التعامل الائتماني، وإجمالي التسهيلات الممنوحة لآخر عام من الجهاز المصرفي والمطلوبة حاليا. ثلاثة مركز حسابات العميل في تاريخ عرض الدراسة، ده بتوضح فيه مركزه في البنك طرفنا، المركز المجمع طرف البنوك الأخرى. أربعة نبذة تاريخية عن الشركة وتشمل رأس المال المصرح به والمدفوع وتطوراته، الشكل القانوني للشركة وتاريخ التأسيس، المؤسسون ومجلس الإدارة، صلاحية التوقيع والإدارة وفقا للمستندات المقدمة، وهل تم هناك أي تعديل خلال العام السابق ويكون مؤشر بذلك في السجل التجاري. وإذا كان غير مؤشر في السجل التجاري ولكن يوجد محضر جمعية عمومية، لابد أن يكون موثق من اتحاد الشركات وجاري التعديل به في السجل التجاري. أماكن مزاولة النشاط تفصيلا، من مكاتب للإدارة والمصانع والمخازن والفروع، مع وصف تفصيلي دقيق للمساحات والمباني. البند الخامس تحليل الإدارة، وتشمل تحليل هيكل الوظيفي وخبرات المسؤولين في هذا المجال، مع تحديد خبرات المستويات الإدارية الأدنى وعدد القوى العاملة، ويرى أن يتم تحليل كامل كافة نواحي الإدارة، من إدارة عليا وفنية وتجارية ومالية وإدارية وتسويقية وبيعية. البند السادس تحليل النشاط، ويشمل إيضاح نوع الخدمة والسلعة المؤداة ونوعية المنتجات من خلال تحليل المواد الخام ومصادرها وأسلوب الدفع، وهل هناك سهولة في الحصول عليها أم قد تتعرض لبعض المخاطر، وهل هي محلية أم مستوردة. تحليل العملية الإنتاجية، تحليل التوزيع والتسويق، تحليل أسلوب التحصيل. سبعة المتغيرات التي طرأت على العميل خلال العام الائتماني المنصرم وخطته للعام القادم في حالات التجديد. 8 دراسة السوق، وتشمل الغرض أسلوب التحصيل، الطلب، حصة الشركة في السوق. 9 تقرير الاستعلام، تقرير الاستعلام عن العميل يشمل أشياء كثيرة، منها أولا وهي نقطة هامة جدا السمعة، الحجز والبروتست،
لازم بيتم استخراج شهادات من المحكمة، هل يوجد على العميل بروتيستو من عدم، والحجز طبعا من إدارة الحجوز في البنوك بيكون موضح بيها الحجوز. الموقف التنافسي الحالي للعميل بالسوق، بيان أملاك ومساهمات الشركة والشركاء ونوع المستند الدال على الملكية والقيمة الشرائية والسوقية. 10 التحليل المالي، ويتم من خلال عرض القائمة المالية ل3 سنوات على أن يذكر اسم المحاسب القانوني ويتم تناولها على النحو التالي: استعراض لأهم بنود قائمة الدخل، استعراض الميزانيات العمومية بعد إعادة تبويبها وفقا لأغراض التحليل المالي للبنك، تحليل مالي تفصيلي تاريخي للقوائم المالية والحسابات الختامية سالف الإشارة إليها على أن يتعرض للآتي: تحليل المبيعات والربحية، كفاءة إدارة الأصول، هيكل التمويل والسيولة لبضاعة آخر المدة مع التعقيب الفني على كافة المؤشرات المالية ومعانيها ومدى اتجاهاتها. 11 التعامل مع الجهاز المصرفي، بيان مركزية المخاطر للشركة والشركات التي ترتبط بها من خلال علاقة قانونية مع تعقيب وتحليل لهذا البيان من واقع إقرار التسهيلات المقدم من العميل. البنوك الأخرى، حيث يجب أن يرد بيانا بتسهيلات الشركة مع البنوك الأخرى وتحليل كامل لكشوف حركة حسابات الشركة مع هذه البنوك من خلال موافاة البنك بكشوف حساب عن تعاملاته خلال المدة السابقة مع البنوك الأخرى، مع استخراج مركز مجمع بتاريخ معين عن الحدود الممنوحة والمستخدمة في البنوك الأخرى. 12 التعامل مع البنك، وتشمل على الآتي: طلب التسهيلات المقدمة من العميل، تفصيلات التسهيلات الممنوحة حاليا للعميل بأنواعها وشروطها وتاريخ صلاحيتها والسلطة التي أقرت التسهيل، تحليل كشوف حسابات العميل مع البنك، ربحية الحساب وكذا ربحية العميل، معدلات الاستخدام للتسهيلات وكذا معدل السداد. حركة حسابات العميل هي مرآة صادقة للعميل ولنجاح نشاطه من عدمه، فقد يشوب البيان المجمع خطأ ما من أحد البنوك المقررة أو التي أقرت، أو قد يكون أحد مصادر الاستعلامات متحاملا على العميل، وقد تكون القوائم المالية المقدمة غير دقيقة أو غير معبرة عن حقيقة الموقف المالي، سواء بخطأ فني متعمد أو غير متعمد، وقد تكون البيانات التي تم الحصول عليها لا تعبر عن الواقع. 13 تحليل المخاطر، سواء كانت إدارية أو مالية وتتعلق بالنشاط والسوق. 14 الاستنتاجات، عرض سريع وملخص للدراسة متضمنا النقاط السلبية والإيجابية مع التركيز على النقاط السلبية وكيفية معالجتها. البند 15 هيكل التمويل المقترح، ويتم فيها التعرض للنظر الاستراتيجية للحساب، توسع تحجيم تصفية مع شرح الهيكل التمويلي المقترح. 16 التوصيات، وتشمل التوصيات الشروط والضمانات وتاريخ الاستحقاق والفوائد والعمولات وكافة التفاصيل التي يمكن أو التي تمكن الإدارات الأخرى من تنفيذها بدقة، وأيضا جدول التزامات العميل تجاه مصرفه.